نص ساعة. عبد البدر ولا تقول للأستاذ شيء. خلاص بعد الصلاة مباشرة. بعد صلاة يا عبد المحسن. يلا لا عاد خلنا في انضباط، في انضباط صراحة. لكن ما زالوا في بعض المجموعة يعني. تتوقع أنه من روح المنافسة ولا أنهم؟ لا لا هو حماس أكيد طبيعي، شيء طبيعي يعني مرة طبيعي. هذا بالله. إيش رأيك بالله؟ إيش رأيك في تسديد المناولات هذولا؟ شو؟ أيوة. شو كنترول؟ والله مو طبيعي. ما محرز وينه؟ طيب الحصة الأولى من اللي كان يعني أفضل متميز؟ الحصة هذه؟ إيه الأولى. الأولى الأولى. هذه هذه هذه. هذه المتميزة اللي فاز فيها الأصفر. الأصفر وعندك الأخضر. أصفر والأخضر. وهم أتوقع. والأزرق اليوم بصراحة مرة مبدعين اليوم. إيه شوف متحمسين. الأزرق اليوم مبدعين للأمانة. طيب عندك طول عمر السلامة. الفريق البنفسجي ودي أخصم على اثنين. حلو. ليش؟ فصلك السابق. الفصل السابق عند الأستاذ عبد الله. خلاص. أنا ما عندي شغل. في اثنين ودي أخصم عليهم. في اثنين. وفي واحد ودي أخصم عليه في الفريق الأخضر. بنفس الاثنين صلى على النبي عشان ما يعودونها مره ثانيه. بس الان فيه الاستاذ يقول ان الطلاب ما منتظمين يبغى يقسم على اثنين. ايوه المشكله الاساسيه شكلها فيك. كيف ما تضبط طالبك في والله قلنا لهم يا اخي قلت يا شباب خليكم مع مدرس وصيح يا شباب يا شباب حتى ترى ما ودنا نتكلم فريق ثاني وجههم المدرس غير غير بنفسجي. لا ابدا وجهه نظرك والله عادي بالعكس عادي. وشو لا لا ما والله انت قول وش والله ما اقول ان شاء الله الا في خير. لكن لا بالعكس علمني ترى اجلد خصم ابد. لا لا دقيقه مين استاذ الحصه؟ انا قلت في فريق الاخضر بعد في واحد من فريق الاخضر. ايه الاخضر هذا هو هذا اللي اقصده. احنا الاساس ان نطورهم في كره القدم. ما بالطبع يعني بنفسجي انا معلمهم قبل ما يجون حصه الرياضه وسالهم قلت يا شباب اهم شيء مدرس مثل خلي جسمه مثل العصا. لا قال لكم يمين روحوا يمين. اذا قال يسار اتفاجئ بدايه الحصه هنا طلع اثنين. انا قال معاذ ضيعنا في الهجمه شو اسمه هي التمرين حقه تاخذ الاقماع وتسجل ضيعها معاذ رايح ما شاء الله هو عنده ظاهر موهبه غير التمثيل عنده موهبه الكوميديا التعبانه راح ياخذها ويسجل ثاني مره. زعل عليه فواز قال فواز يا اخي انت تاخرنا الوقت عندنا وقت ود الكوره لنا يعني عشان نلعب ثاني مره. طيب ويتلابش معه وياه ويطلعون برا. طيب قول له عشان نروح نصلي ونقفلها. حق الاستاذ عبد العزيز انت عندك 70 درجه تقييم النهائي. اخصم على اللي بتخصم عليه واعطي الدرجه اللي يستحقها. انا مع الاساس اهم شيء والله يتعلموا الفريق اهم شيء يتعلموا المهارات والله لاني ما ودي يعيدونها مره ثانيه. وهيا نبدي يلا هيا صلينا يا شباب انا بعلمهم الان والله نصلي يا فيصل والله قتلوني انا مبلغهم.